كرة من هناك على الجهة اليمنى انطلاقة ولكن كرة لا خرجت. قاسمي يطلب الكرة إلى الأمام، فوت فرصة كبيرة ربما في أول كرة لمصلحة الاتحاد المولودية. الإبعاد من بوغاش البحتاني يشير الخطير، التغطية الدفاعية موجودة. فرحات يستفيد من رمي التماس لمصلحة الاتحاد، يلعب على الجهة اليمنى كظاهر أيمن فرحات، ولكن طبعا هناك عمل كبير يقوم به فرحات على الجهة اليمنى والرواق لأيمن، خطأ يقول الحكم السيد نسيم لمصلحة الاتحاد ولكودري. الصراعات الثنائية ستكون حاضرة وبقوة، اللاعبين الذين كانوا في الاتحاد وبعد ذلك تنقلوا إلى المولودية، والعكس صحيح، اللاعبين والعناصر التي كانت تلعب في المولودية وتنقلت إلى الاتحاد. الجميع يعرف البعض المشتاقون إلى الشباك غائبون اليوم، غائب أندريا الكبير، الغائب الكبير في هذه المباراة. تغطية من شعفي، بعد الكرة من غازي تارود، تقديم الرجل هناك خطأ على يحيى شريف. تدخل تقديم الرجل خطأ، طريب الحكم السيد نسيب رضوان. هذا هو يحيى شريف العائد إلى المولودية، ابن رائد القبة، لعب في إستر ولعب في شبيبة القبائل. تقديم الرجل كان واضح والخطأ موجود لمصلحة المولودية. جليد يحاول، الكرة تعود للدفاع من حشود مباشرة لحارسه جميلي. حشود صاحب هدفين أيضا في منذ بداية الموسم، نفس الشيء بالنسبة لجليد، وكذلك ياشير الذي ضيع واحد من أقرب الأهداف في الرابطة المحترفة الأولى أمام شباب بلوزداد. جمال تشكيل اتحاد العاصمة، نشوفوا لاعب جديات اللي راه يلعب قلب هجوم، من اللاعب سوكار اللي يلعب الجهة اليسرى، واللاعب قاسمي اللي يلعب على الجهة اليمنى. لما يضيعوا الكرة اللاعب قاسمي اللي يولي لوسط الميدان، واللاعب سوكار اللي يولي لوسط الميدان، ويخلوا لاعب جديات كقلب هجوم. لما اتحاد العاصمة يضيع الكرة يولي يدافع بأربعة خمسة واحد. مولودية الجزائر العكس، دخل بتشكيلة أربعة ثلاثة ثلاثة، وهي المعروفة والتي يلعب بها عادة. بالموسى كرة طويلة، التغطية من غازي ترجع اللي جاليت يحاول، ولكن الكرة إلى رمي تماس من جاليت، مسجل هدفين هو الآخر. أكبر المشتاقين ربما إلى التسجيل هو يشير من جانب المولودية، وقاسمي أو سكار من جانب الاتحاد في غياب أندريا. بن موسى آخر من سجل في مرمى المولودية في نهائي كأس الجزائر لموسم 2013.